فرحانه بزاف بتواجدي اليوم وسط ناس ديال درب السلطان بمهرجان ليالي درب السلطان اللي كنشكر جميع المنظمين على هذه الالتفاته الزوينه. وكيف ما قلت بحال تنغني في دربنا مع الناس اللي تنبغيو والناس اللي تيحسوا بينا وكاين واحد الفيلينغ زوين معاهم. سو فرحانه اليوم حيت غنغني في قلب درب السلطان. اللي معروف عليا لأن لا عمر ديما عندنا انفتاح على جميع الاغاني وجميع الانواع ديال الاغاني. ممكن تلقانا في راب، ممكن تلقانا في شعبي، ممكن تلقانا في اجنبي، ما كتعرفش شنو كاين. ديما على حساب المود وعلى حساب السيل اللي كيكون في ذاك الوقيته خاصنا نغنيه. وي افكتيفمون شفت هذوك الانتقادات اللي كانوا طراو على زيارتي للمعابد، ولكن الناس اللي متبعيني من شحال تعرفوا انه انا منفتحه على الثقافه الهنديه، وكنظن ان المعابد هي جزء من الثقافه. وزعما انا ما عنديش مشكل انه نزور معابد ولا كنائس ولا اي مكان طونكو انا عارفه شنو عندي في قلبي والايمان ايماني بالله قوي، فما كيهمنيش اي واحد شنو غادي يقول. وكنظن انه ممكن هذوك الناس اللي انتقدوا اغلبهم كيشوفوا افلام هنديه وكيشوفوا انهم الناس ملي تيكونوا هذاك الممثل الهندي تيصلي على ولا تيعبد في شي صنم وكيقول يا قدير وعادي وماشي الحياه، ولكن حيت راجع مشات زارت معبد فهو هنا كاين مشكل. بالنسبه لي احنا عشنا مع الثقافه الهنديه وعشنا مع وحنا خاصه ان المغرب معروف ان انفتاحه على جميع الديانات وجميع الثقافات، فما كنظنش انه غادي يكون مشكل زيارتنا المعبد ولا الكنيسه ولا اي مكان كيتعبد فيه اي انسان في هذه الارض. هي التجربه كانت زوينه بزاف وفرحانه بزاف بالصدى اللي عطى الديو ديالي مع تاني. وان شاء الله ان شاء الله الديوات الجايه تكون احسن. لا ما عمر الموضوع الزواج كان كيزعجني. حضرت افكتيفمون العرس ديال جميله وفتاح وكان نقول لهم الله يكمل عليكم بالخير وان شاء الله نشوفوا وليدكم وبنيتكم ونهزوهم ونفرحوا بهم والله يكمل عليهم بالخير. لا بالعكس ما عمره كان الغيره بيناتنا. باغ كونطخ سبب المتابعين هو معروف ان في السوشيال ميديا الناس كيتابعوا البنات اكثر من الدراري، فكتلقى اغلب الفنانين المغاربه المتابعه عندهم قليله اكثر والبنات ديما كيكونوا اكثر بلوتو، فما كاينش مشكل بالعكس. وهذا مشكل كبير ولكن ما عندنا ما نديرو الخدمه. وكان مفروض ان هذه الحفله تكون في شهر 7 وتاجلات وكانت تكون في شهر 8، والنهار تكتبت راه تكتبت في اول ماتش ديال الرجاء. كنتمنى لهم التوفيق في اول ماتش لهم في البطوله الوطنيه، وان شاء الله الى ما حضرناش هذا الماتش نحضروا الماتشات الجايين. كنشكر جمهور لالا مولاتي وكنشكر الطاقم الاعلامي على الحضور اليوم للحفل، وكنقول لكم تابعوا كل حصرياتنا واخبارنا على لالا مولاتي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.